أبناء الطلاب، وتختلف قيمة عجلة الجاذبية الأرضية من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض. ترى كيف تختلف قيمة عجلة الجاذبية كلما ابتعدنا عن مركز الأرض، وما هو سبب هذا الاختلاف؟ لاحظ مخطط خطوط مجال الجاذبية الأرضية، فإنها تتقارب وتزيد كثافتها كلما اقتربنا من سطح الأرض، وتتباعد كلما ابتعدنا عن سطح الأرض، لأن عدد الخطوط التي تخترق وحدة المساحة يقل كلما ابتعدنا من سطح الأرض، ويزيد كلما اقتربنا من سطح الأرض. وتعطى قيمة عجلة الجاذبية الأرضية دال من العلاقة دال تساوي ثابت الجذب العام جيم مضروب في كتلة الأرض مقسومة على مربع المسافة بين مركزي الجسمين لام تربيع، حيث لام بدورها تساوي المسافة فوق سطح الأرض والتي تفصل الجسم عن الأرض ونرمز لها بالرمز فاء، زائد نصف قطر الأرض ونرمز لها بالرمز نق. وأما إذا كان الجسم على سطح الأرض مباشرة فهذا يعني أن فاء تساوي صفر، وبالتالي عجلة الجاذبية على سطح الأرض ونرمز لها بالرمز دال صفر فتساوي ثابت الجذب العام جيم مضروب في كتلة الأرض كافراء على نق تربيع. وقد حسبت قيمة دال صفر عند سطح الأرض تقريبيا وتساوي في المتوسط 9.8 متر لكل ثانية تربيع تقريبا، لأنها تختلف من منطقة إلى أخرى على سطح الكرة الأرضية. وكما يلاحظ من العلاقة دال تساوي جيم في كافراء على نق تربيع أن المقادير في الطرف الأيسر وهي ثابت الجذب العام جيم وكتلة الأرض كافراء ونصف قطر الأرض نق، أنها مقادير ثابتة في المنطقة الواحدة. إذن يستنتج أن المجال دال وهو عجلة الجاذبية الأرضية للجسم الساقط سقوطا حرا تحت تأثير هذا المجال تتناسب عكسيا مع مربع بعد الجسم عن مركز الأرض أي لام تربيع، تتناقص دال كلما بعد الجسم عن مركز الأرض. ولذا عندما نقول إن جسما ما يسقط سقوطا حرا إلى الأرض بعجلة ثابتة مقدارها 9.8 متر لكل ثانية تربيع فهذه حقيقة تقريبية. أما الحقيقة الدقيقة فهي أن عجلة الجاذبية الأرضية تزداد ازديادا مستمرا كلما اقترب الجسم من سطح الأرض، وذلك بإهمال مقاومة الهواء. وعند ملاحظة العلاقة يلاحظ أن دال تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مركزي الجسمين، ويظهر الجدول قيمة العجلة دال للجسم الساقط سقوطا حرا بدلالة ارتفاعه فاء عن سطح الأرض. فعند الارتفاع 1000 كيلومتر عن سطح الأرض العجلة دال هي 7.33 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 2000 كيلومتر العجلة تساوي 5.68 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 3000 كيلومتر العجلة تساوي 4.53 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 4000 كيلومتر عن سطح الأرض العجلة تساوي 3.70 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 5000 كيلومتر العجلة تساوي 3.8 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 6000 كيلومتر العجلة تساوي 2.60 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 9000 كيلومتر العجلة تساوي 1.69 متر لكل ثانية تربيع، وعند الارتفاع 50000 كيلومتر العجلة تساوي 13.100 متر لكل ثانية تربيع. لاحظتم كيف تختلف قيمة عجلة الجاذبية الأرضية كلما ابتعدنا عن مركز الأرض. والآن ننتقل إلى حل المثال التالي. مثال: أوجد مقدار عجلة الجاذبية الأرضية دال
لجسم يسقط سقوطا حرا من ارتفاع 500 كيلومتر؟ وما هي نسبة وزنه عند هذا الارتفاع إلى وزنه على سطح الأرض، علما بأن كتلة الأرض كافرة تساوي 5.98 × 10^24 كيلوغرام، ونصف قطرها نقرة يساوي 6.38 × 10^6 متر، وثابت الجذب العام ج يساوي 6.67 × 10^11 نيوتن في متر تربيع على كيلوغرام تربيع. الحل: المطلوب الأول وهو عجلة الجاذبية دال، فمن العلاقة دال تساوي ثابت الجذب جيم مضروب في كاف راء على فا زائد نق راء الكل تربيع، بعد التعويض عن جيم ب 6.67 × 10^11 وكاف راء تساوي 5.98 × 10^24 كيلوغرام، وارتفاع الجسم عن سطح الأرض فا يساوي 500 كيلومتر، ويمكن كتابتها على الصورة 5.10 × 10^6 كيلومتر، لكي نستطيع جمعها مع 6.38 × 10^6. وأما نصف القطر نقرأ فيساوي 6.38 × 10^6 متر، وبعد إجراء العمليات الحسابية فإن دال تساوي 8.43 متر لكل ثانية تربيع. المطلوب الثاني باء، وهو النسبة المئوية لوزن الجسم عند هذا الارتفاع بالنسبة لوزنه على سطح الأرض، لأن الوزن يساوي كاف في دال، وكاف ثابتة، إذن النسبة بين الوزنين هي النسبة بين العجلتين، وتساوي العجلة عند الارتفاع 8.43 على العجلة عند السطح، وتساوي 86%. تتحرك الكواكب السيارة وبعض المذنبات حول الشمس في مسارات إهليجية بشكل عام، تقع الشمس عند أحد بؤرتيها، ولكن بعض مسارات هذه الكواكب تكاد تكون دائرية، أما القمر فهو تابع للأرض ومداره يكاد يكون دائريا. إذا فرضنا أنه تابع للأرض قد يكون قمرا صناعيا يتحرك في مدار دائري، فإن القوة التي تؤثر بها الأرض على التابع هي قوة الجذب المركزية التي تبقي التابع يدور في مداره الدائري، ولولا هذه القوة لانطلق التابع في خط مستقيم مماسي لهذا المدار. إذا كان لام هو نصف قطر التابع بالنسبة للأرض، وكاف كتلته، وعين سرعته، فتكون قوة الجذب المركزية قاف ميم تساوي كاف في عين تربيع على لام. ومن قانون نيوتن العام في الجاذبية بين كتلتي التابع كاف والأرض كاف راء، تكون قوة الجذب قاف جيم تساوي ثابت الجذب جيم في كاف راء على لام تربيع، وهي تساوي القوة الجاذبة المركزية قاف ميم. إذن الكمية كاف عين تربيع على لام تساوي جيم في كاف راء على لام تربيع، وبعد إجراء الاختصار كاف مع كاف في طرفي العلاقة، وأيضا لام مع التربيع للام في الطرف الآخر، إذن عين تربيع تساوي جيم في كاف راء مقسومة على لام، حيث لام يساوي نصف قطر الأرض نقراء زائد ارتفاع التابع عن سطح الأرض، ويرمز له بالرمز فاء. ويتبين من هذه العلاقة أن سرعة التابع لا تتعلق أو لا تعتمد على كتلته، وإنما على نصف قطر مداره لام. ومن العلاقة دال صفر تساوي جيم في كاف راء على نق تربيع، يمكن أن نكتبها على الصورة دال صفر في نق تربيع تساوي جيم في كاف راء، ويمكن التعويض عن جيم في كاف راء
في العلاقة التي تعطي قيمة مربع السرعة، وبالتالي عند تربيع تساوي دال صفر في نقطة تربيع على لام. ويمكن أن نستخدم أبناء الطلاب هاتان العلاقتان في إيجاد سرعة التابع إذا علم بعده عن مركز الأرض. ويمكن الآن أن نستخدم بعض العلاقة الرياضية السابقة في حل المثال التالي. مثال: قمر صناعي يدور حول الأرض في مدار دائري نصف قطره لام يساوي 8×10³ كيلومتر. احسب المطلوب ألف سرعته الخطية، المطلوب باء زمنه الدوري، المطلوب جيم عجلته الجاذبة المركزية، علما بأن كتلة الأرض كافراء تساوي 6×10²٪ كيلوغرام. ثابت الجذب العام يساوي 6.67×10^-11 نيوتن في متر تربيع على كيلوغرام تربيع. أولا نقوم بتحويل الوحدات المختلفة عن النظام العالمي للوحدات. لام تساوي 8×10³ كيلومتر وتساوي 8×10^6 متر، وذلك بعد ضربها في ألف. المطلوب ألف وهو سرعته الخطية يحسب من العلاقة عن تربيع تساوي جيم في كافرة على لام، وجيم تساوي 6.67×10^-11، وكتلة الأرض تساوي 6×10²٪ كيلوغرام، ولام تساوي 8×10^6 متر. وبعد إجراء عملية الضرب والقسمة فإن عين تربيع تساوي 50×10^6، وبأخذ الجذر التربيعي للطرفين فإن عين تساوي الجذر التربيعي لـ 50×10^6 وتساوي 7.7×10^3 متر على ثانية، متر لكل ثانية. المطلوب باء وهو الزمن الدوري نجده من العلاقة عين تساوي 2π/لام على الزمن، وحيث أن نصف قطر المدار هو لام، وبالتالي الزمن الدوري زاي يساوي 2π/لام على عين، وباي تساوي 3.14×100، ولام تساوي 8×10^6 متر، وعين حسبت وتساوي 7.7×10^3. وبالتالي بعد إجراء عملية الضرب وقسمة البسط على المقام نحصل على الزمن الدوري ويساوي 7.11×10^3 ثانية، ويمكن تحويلها إلى ساعة بالقسمة على 60×60، وبالتالي 7.11×10^3 على 3600، ومنها الزمن يساوي بعد قسمة البسط على المقام 1.975 ساعة. أما عجلة الجذب المركزية فنجدها من العلاقة جيم ميم تساوي عين تربيع على لام، عين تربيع تساوي 50×10^6، لام يساوي 8×10^6، وبالتالي بعد إجراء عملية القسمة أي قسمة البسط على المقام العجلة جيم ميم تساوي 6.25 متر لكل ثانية تربيع، وهي قيمة عجلة الجاذبية عند هذا الارتفاع، أي على ارتفاع مقداره فاء عن سطح الأرض، ويساوي لام ناقص نق. لام تساوي 8×10^6 متر، ونق تساوي 6.38×10^6 متر. إذن لام تساوي 1620×10^3 متر، وتساوي 1620 كيلو متر.